السلام عليكم. اليوم رانا في سعيدة، وهنا رانا نشوفوا الأشغال نتاع مجلس قضاء سعيدة اللي راهي يعني في مراحلها الأخيرة قبل العملية تاع التجهيز، وكما نعلم أنه في خريطة لإنشاء مراكز أو مجالس قضاء عبر كل ولايات الوطن، وهذا أمر جيد لتعزيز دولة القانون لتحسين ظروف القضاء. ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.